إنشاء 3 محاور ربط ميناء اسكندرية الكبير بمحور أبو ذكري لتسهيل حركة الشاحنات من وإلى الميناء وتفادي الزحامات المرورية بشارع الماكس. صيانة ورفع كفاءة محور 27، محور 27 يا فندم ده كان بصراحة ده كان المحور الوحيد اللي فيهم اللي كان موجود، وده المحور الوحيد اللي كان بيخدم ميناء اسكندرية، ولكن شكله يوم ما عرضت على حيطك كان بالمنظر ده وفواصله كانت بالمنظر ده، وده المحور الوحيد اللي كان بيخدم ميناء اسكندرية طبعا قبل ما تتطور وقبل ما يزيد حجم التجارة بتاعتها، ولكن هو ده المحور اللي كان موجود. خططنا ده صيناه ورفعنا كفاءته يا فندم دلوقتي، واصبح بالشكل اللي قدام حضرتك ده داخل على طول على باب 27 للميناء. انشانا 2 محور جداد، اول محور فيهم محور 54 اللي وصل على باب 54 بطول 2.2 كيلو، وده محور جديد بالكامل 4 حاره مروريه. انشاء محور الدخيله بطول 4.5 كيلو، وده محور جديد ايضا بالكامل داخل على بوابة ميناء الدخيلة مباشرة ورابط مع محور أبو ذكري طوله 4.5 كيلو. إنشاء كوبري الكيلومتر 21 بتقاطع الذراع البحري من الطريق مع الطريق الساحلي. تم الانتهاء فني من المرحلة الأولى فقط من بإنشاء كوبري اتجاه واحد بطول 1250 كيلو ربع يعني، بعدد 3 حارات مرورية لتسهيل حركة القادم من الإسكندرية اللي جاي من الإسكندرية أو القاهرة رايح الساحل الشمالي يكمل، أو اللي جاي من الإسكندرية والقاهرة وراجع تاني داخل القاهره في الزراع البحري وفي منطقه ابو تلات والعجمي ياخد كوبري الدوران ده ويرجع تاني. ده حقيقه يا فندم دي مرحله اولى من الكوبري، ولكن احنا عاملين تخطيط كامل للمنطقه عشان اهالينا اللي موجودين بيقولوا انتوا عملتوا كوبري صحيح ولكن ما حلش المشكله بالكامل. ايوه احنا ما حلناش المشكله بالكامل، لان احنا منتظرين يا فندم هنا في اطار مترو اسكندريه ان هيوصل ان شاء الله باذن الله منطقه العجمي مع سيسترا العالميه دلوقتي مكتب عالمي بندرس المحطه تبقى هنا ولا المحطه تبقى هنا، فعلشان كده ما قدرناش نعمل غير الاتجاه اللي موجود ده، وعندنا مقترحات اخرى يا اما ننشئ اتجاه اخر شمال الحالي والحالي نقلب الحركه بتاعته، او ننشئ جنوب الحالي والحالي يفضل زي ما هو بعد ما نحدد مكان البوابه او المحطه اللي هتبقى هتخدم منطقه العجمي كلها في اطار مشروع مترو اسكندريه. تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد حتى السلوم بطول 800 كيلو. الطريق يا فندم ده 800 كيلو ولكن في نطاق محافظه اسكندريه هنا كلها 70 كيلو، 5 شرق اسكندريه و65 حتى الحمام غرب اسكندريه. القطاع ده يا فندم بيتطور ليصل الى 6 حاره مروريه، 3 حاره بالرصف الخرساني. سيادتك شرفتنا اثناء زياره كفر الشيخ وحضرتك يعني شاهدت ده على الطبيعه، بنعمل 3 خرساني للشاحنات لان طبعا حركه الشاحنات هنا كبيره جدا لان هي لربط كل مواني مصر عرضيا، ثم الـ3 اللي في النص بنعيد تدويرهم تاني بالانظمه الحديثه علشان يبقى 6 حارة في كل اتجاه، ثم القطاع من كيلو 21 حتى 101 مرورا طبعا بالكيلو 65 اللي هو نطاق اسكندريه في الحمام. ده تم تطويره يعني في مرحله لاحقه بواسطه دائره يعني سير خط مسلحه ليصبح 5 حاره مروريه، 3 حاره للعربات الصغيره و2 للشاحنات والخدمه.